قصة مثل: وافق شن طبقة. يقال هذا المثل دائما عند اتفاق العقلاء وحدوث الوفاق والتفاهم بين المتحابين والمتزوجين. وللمثل قصة شهيرة وقعت مع رجل من دهاة العرب يدعى شن، وقد اتخذ له رفيقا في سفر. وبينما هما في طريقهما قال شن لرفيقه: أتحملني أم أحملك؟ فعجب رفيقه من السؤال وتجاهله. ثم مر بزرع فسأل شن بعض الناس: أأكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ فتعجب منه رفيقه أكثر. وبعد حين مر بجنازة فسأل شن أحد المشيعين: أحي صاحب النعش أم ميت؟ وتعجب رفيقه للسؤال كل العجب وكتمها في نفسه. وعندما وصل إلى بلدة رفيقه دعاه إلى المبيت عنده، فمضى شن معه. دخل الرجل إلى مكان النساء في البيت فوجد ابنته تعد الطعام واسمها طبقة، فقال لها ضيفنا يسأل أسئلة لا معنى لها وقص عليها القصة. فقالت له ابنته: أتحملني أم أحملك؟ معناه أتحدثني أم أحدثك كي ننسى تعب السير. وأضافت: الزرع الذي أكل يكون صاحبه قد استوفى ثمنه مقدما فلن يأكل منه عند الحصاد. ثم قالت: الميت يكون حيا إذا خلف عقبا أي أولادا. فخرج الرجل إلى شن وقال له: سأخبرك بتفسير أسئلتك، وأخبره. فسأله شن: من أخبرك بهذا؟ فأجابه: ابنتي طبقة. فخطبها شن وتزوجها، وباتت العرب منذ ذلك اليوم تقول: وافق شن طبقة. هل لقيت شخصا يشابهك في التفكير والحديث؟